خلينا نروح لسيادة السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب عشان نعرف منه الإجراءات. خلاص اقتربت الساعة من يعني حدوثها نصف نهائي البطولة الإفريقية سواء لفريق بيراميدز أو فريق الأهلي أو فريق الزمالك. نعرف منه مدى صحة الأخبار عن اتصال المسؤولين به من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز والاستعدادات والأحوال في المغرب. سيادة السفير مساء الخير يا فندم. فنون يا كابتن، اهلا بيك مشاهدين. ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ يعني طمنا الاول، الاحوال في المغرب عامله ازاي دلوقتي؟ والله الاحوال في المغرب كويسه. نعم. الامور ماشيه في اتجاه ايجابي، ويعني ربنا يسهل ان شاء الله. يعني الامور ماشيه كويس الحمد لله. هل تم فتح الاجواء الجويه ولا لسه يا فندم؟ لا لسه طبعا. انت عارف الاجواء الجويه في بلاد كتيره لسه مش مفتوحه. نعم. انت عارف يعني مواجهه الفيروس محتاجة برضو إجراءات قوية، وكل بلد طبعا بيقبلها ترتيباتها. انت عارف أوروبا ما فتحتش بالكامل، المغرب ما فتحش تقريبا، في رحلات استثنائية مع بعض البلاد من ضمنها مصر. نعم. إنما ما هياش منتظمة طبعا. نعم. طمني برضو التواصل اللي بين سعادتك وبين الأندية المصرية عامل إزاي؟ والله هو الحقيقة في تواصل، التواصل يعني مع الزمالك ممكن من فترة، من قبل التاريخ الأولاني قبل ما تتأجل المباريات. نعم. مع بيراميدز كان برضه من قبل ما تتأجل المباريات. الأهلي كان في تواصل ابتداء يعني في خلال اليومين اللي فاتوا دول. نعم. زي ما أنا دايما بقول، كل نادي ليه أولوياته وتركيزه. يعني يمكن يبقى الاهلي يبقى مرتب احواله يمكن بصفه مباشره الاول، وتعرف ترتيبات الفنادق والحاجات دي، قد يكون الاهلي له اتصالات مباشره مع بعض الفنادق لانه كان هناك قبل كده. نعم. فبيبقى ليه اتصالات يعني. انما حصل تواصل مع الاهلي في اليومين اللي فاتوا دول لترتيب برضه، التاكيد على ترتيبات الاقامه، تاكيد التواصل مع الوداد ومع الاتحاد المغربي. طبعا كان في كلام على الطيران، ازاي ممكن، ايه المتاح، يعني الترتيبات دي كلها ان شاء الله. هل الفرقتين هيلعبوا المباراتين في نفس الملعب يا فندم؟ الفرقتين هيلعبوا المباراتين في نفس الملعب في يومين طبعا ورا بعض يعني. هل حدد الاهلي او الزمالك موعد وصولهم الى المغرب؟ الكلام كله طبعا الزمالك بيتكلم على 13. نعم. الاهلي بيتكلم على 12 او 13 حسب برضو الطيران وحسب الامكانيات المتاحه يعني. بالنسبه للاقامات هناك، هل هيقيموا او يقيم في فندق واحد ولا كل فريق في فندق؟ لا كل فريق في فندق، لان انت عارف كل فريق بيرتاح في مكان معين. الفرقتين راحوا قبل كده، فانت عارف بتبقى مساله ارتياح لمكان معين. الاهلي بيرتاح في مكان معين حاجز فيه او يعني الترتيبات ماشيه فيه، والزمالك كان بيفاضل ما بين فندقين، ويعني يمكن القرار النهائي يكون في خلال يوم او يومين ان شاء الله باذن الله. سياده السفير، السفر هيكون بطيران خاص؟ هو غالبا هيبقى بطيران خاص طبعا. الزمالك اكد انها هتسافر بطيران خاص. نعم. الاهلي يعني الكلام لسه انه لو في رحلات لمصر الطيران هيبقى مصر الطيران. نعم. انما طبعا انا عارف انه من الواضح لانه المغرب في حاله طوارئ صحيه لغايه يوم 10 اكتوبر. هتتمد او مش هتتمد، لان ما اعتقدش ان الاهلي هيستنى لغايه ما يشوف مثلا فتح الاجواء يوم 10 اكتوبر. نعم. او 13. فأنا ترجيحي طبعا انه غالبا الاهلي هيتوجه في طيارة خاصة برضه. هل الإصابة بيتم السيطرة عليها دلوقتي، الوباء بيتم السيطرة عليه، ولا الأعداد بتزيد هناك في المغرب؟ لأنه كانت في حالة قلق الفترة الأخيرة، حتى كان في خطاب لجلالة الملك هناك كان قلقان بشدة من هذا الوباء. لا ما أنت عارف القلق عام في كل العالم. نعم. إنما المغرب يعني الاتجاه دلوقتي منحنى طبعا نازل زي ما هو كل دول العالم يعني. نعم. الاتجاه إيجابي جدا، والمغرب إجراءاته من الأول يعني إجراءات قوية، وإن شاء الله خير يعني بإذن الله يعني. الاهتمام الإعلامي والجماهيري بالمباراتين عامل إزاي هناك يا فندم؟ بالتأكيد أنت عارف يعني بنتكلم عن سيمي فاينل بطولة كبيرة. نعم. الوداد كان بيلعب الفاينل السنة اللي فاتت وحصل طبعا الكل كان متابعها، وبالتالي طبعا الفريقين بيطمحوا ان هم يكسبوا البطوله، وفي طبعا اهتمام اعلامي كبير بالمباريات.
كالعاده يعني طبعا المصريين من المغرب، فبالتاكيد لا فيه اهتمام اعلامي كبير واهتمام طبعا جماهيري كبير. طبعا المساله كلها في انه المباريات هتتلعب بدون جماهير بحكم طبعا الظروف اللي احنا فيها، وان المغرب حتى قراراته لحد الطوارئ الصحيه حتى لو اترفعت انه ما فيش تجمعات اكثر من 20 شخص، فبالتالي مستحيل طبعا ان يكون في جماهير. سيد سفير اشرف ابراهيم سفيرنا في المغرب الشقيق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. خلينا نروح